يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة مهمة كالعادة بفقرات متعددة بتفاصيل كتيرة وكواليس أكتر وأكتر، بالتحديد وتتعلق بنادين الحبيب النادي الأهلي وآخر أخباره وتفاصيله في مختلف الأصعدة، بالتحديد الصعيد الرياضي فيما يتعلق بالفريق الأول لكرة القدم اللي خلاص اقترب بنسبة كبيرة من التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، وفيما يتعلق كمان بالفريق الأول لكرة اليد اللي فرحونا امبارح بالسوبر الأفريقي على حساب نادي الزمالك بالفوز بنتيجة 32-31، وبالتالي يتأهل لكأس العالم للأندية، يعني إنجاز مميز جدا جدا، والمفروض إن احنا نكون ده الطبيعي بالنسبة للنادي الأهلي. كانت مرحلة انتهت، إن شاء الله بإذن الله البطولة دي تكون بداية لمرحلة جديدة وانطلاقة جديدة مليئة بالعديد والعديد من الألقاب والبطولات بإذن الله بالنسبة لفريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي. بالتالي النهاردة الحلقة دسمة فيها تفاصيل كتير جدا هنتكلم فيها، لكن مهمة قوي طبعا تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة، وهو بيتعلق بملف مهم قوي في رأيكم يا جماعة كده، يعني إيه الحل الموضوع نهائي دوري أبطال أفريقيا خصوصا بعد اقتراب المغرب من استضافة البطولة مع تأهل الوداد بشكل خلاص شبه رسمي للمباراة النهائية واقتراب النادي الأهلي أيضا؟ ففي تصوركم أنتم رأيكم إيه؟ يعني إيه الحل في الجزئية دي؟ هنتواصل مع حضراتكم أو هننتظر تواصل حضراتكم معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام. كالعادة البداية بتكون بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الأهلي، الفريق يبدأ استعداده لاستضافة غدا بالتوفيق إن شاء الله. وكمان الكابتن محمود الخطيب يهنئ فريق اليد بالتتويج بالسوبر الأفريقي. وأخيرا زيادة عدد الجماهير وخفض أسعار التذاكر بالدوري، خبر جيد. طيب ماتشات النهارده ايه؟ النهارده في ثلاث ماتشات في بطوله الدوري المصري الممتاز. اول مباراه بتتلعب في هذه اللحظات ما بين ايسترن كومباني والمقاولون العرب. المقاولون متقدم بهدف لمماد ونياس، و يعني مهمه جدا او مهمه هذه المباراه بالنسبه للمقاولين، ثلاث نقاط هتكون مفيده قوي بالنسبه لهم في صراع الهروب من القاع. كمان الساعه 6:30 مباراه فاركو مع فيوتشر من الماتشات الحلوه. فيوتشر ما شاء الله فرقه تقيله قوي قوي، وفاركو كمان فرقه كويسه جدا، فبالتالي هيبقى ماتش حلو بصراحه. الساعه 9 بالليل مباراه طلائع الجيش مع البنك الاهلي، ايضا من ضمن المباريات المهمه بالنسبه للفرقتين. مباراه وحيده في الدوري الايطالي النهارده هتكون ما بين فيورنتينا وروم، الدوري الايطالي اللي بيشهد اثاره كبيره هذا الموسم ومنافسه قويه جدا ما بين الميلان والانتر على الفوز بهذه البطوله. المباراه بتاعت النهارده هي مباراه ايضا مهمه بالنسبه لروما، لكن روما عندهم مباراه اهم وهي نهائي دوري المؤتمر الاوروبي، فبالتالي اكيد هيكون في حسابات كتير جدا في ذهن جوزيه مورينيو المدير الفني المخضرم البرتغالي المميز جدا في مباراته امام فيورنتينا النهارده الساعه 9 الا ربع. دي اهم وابرز المباريات في مختلف الدوريات. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنتكلم في ملف الملعب بتاع المباراه النهائيه بتفاصيل كتير جدا، وهنوجه بعض الاسئله وهنبقى محتاجين رد، وهننتظر الرد من الاتحاد الافريقي المفروض خلال يومين بالتحديد يتم الاعلان بشكل رسمي على الملعب اللي هيستضيف هذه المباراه. لكن في امور وجب التحدث عنها والتساؤل بخصوصها، كل ده هيكون معانا بعد الفاصل، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. بمنتهى الصراحه ومنتهى الوضوح، بمنتهى الوضوح، في حاله اعلان الاتحاد الافريقي لكره القدم ان المباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا ستقام في المغرب، فده في حد ذاته بمثابه الاعلان الرسمي من قبل الاتحاد الافريقي عن ايه بقى؟ عن تحيزه الواضح والصريح لفريق بعينه اللي هو فريق الوداد الممثل المغربي الوحيد في دور نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا. فلو تم الاعلان عن كده، عن المباراه هتكون في المغرب في مركب محمد الخامس، فانا هو يا جماعه اتحاد الافريقي لكره القدم بقول لكم اهو، انا يا جماعه متحيز للوداد، انا عايز البطوله مغربيه، ملهاش اي تفسير تاني غير كده، انا عندي توجه ما، ملهاش اي تفسير تاني غير كده.
هتقول لي المغرب قدمت طلب ما قدمتش طلب، عملت ايه ما عملتش ايه، طبعا كامل الاحترام والتقدير لكل المسؤولين في كل حته يعني، لكن انا بتكلم في ايه؟ بتكلم في ان المشكله عند الاتحاد الافريقي لا عند الوداد ولا عند اي حد. انت كاتحاد افريقي المفروض بدري بدري تجنبا لمثل هذه المشاكل ها، وتجنبا للقيل والقال، تحدد ملعب المباراه النهائيه من بدري، من قبل دور ال 16 يا سيدي، من بعد دور ال 16 اي حاجه. لكن ما ينفعش تيجي دلوقتي تختار، انا ما بقولكش بقى اختار مصر ولا تختار الجزائر ولا تختار انجولا، الدول ولا المغرب طبعا، الدول اللي عندها ممثلين في دور نصف النهائي في دوري ابطال افريقيا، ما تختارش حد من دول. اكيد في ملاعب كتير جدا في افريقيا، ملاعب مميزه جدا في افريقيا، اه في ملاعب كتير وحشه بصراحه، بس في اكيد ملاعب اخرى ينفع تستضيف هذا النهائي يعني. في فرادس، في جنوب افريقيا اكتر من ملعب، في كذا حته، في كذا حته. فبالتالي هيبقى امر غير منطقي بالمره، وهيبقى اعلان صارخ من الاتحاد الافريقي بتحيزه وتوجهه لفريق بعينه بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحه. النقطه كمان الثانيه، هو ايه سر التمسك يعني ان المباراه تبقى في المغرب؟ ايه سر التمسك بكده؟ هل في طرق؟ انا بتساءل هنا، انا بتساءل، وانا واحد من الناس سافرت المغرب، وبصراحه شعب جميل ودوله عظيمه وجمهور جميل، جمهور الوداد جمهور قوي جدا بيفكرني بجمهور النادي الاهلي وحاجه جميله يعني. لكن التساؤل بتاعي هنا، هل في طرق اخرى بيتم حسم بيها اللقب في المغرب بطريقه معينه، سواء بقى تحكيميا امور تانية؟ انا بتساءل، وانا كان عندي الشكوك دي بصراحه، وهي مجرد شكوك يعني. برضو اكيد فريق الوداد فريق كبير قوي ومحترم جدا وامكانياته عظيمه وجمهور مميز ومسؤولين وكل حاجه، بس ساعات بيبقى هناك في تحيز نوعا ما للفرق المغربيه نوعا ما يعني. لا بنقلل من حد ولا بنتهكم على حد اطلاقا. وبالمناسبه يا جماعه، المشكله دلوقتي او الازمه مش بين الاهلي ومش بين الوداد، مش بين الفرقتين دول خالص يعني، هما كل واحد بيدافع عن حقوقه. الاهلي شايف ان حق الفرق الاربعه ايا كان مين اللي هيوصل فيهم للنهائي انه يلعب على ملعب محايد. الاهلي ما طلبش امبارح، لان في ناس كتير جدا طلعت اتكلمت قالت هو الاهلي عايز يلعب الماتش النهائي يعني على ملعبه، طب ما اشمعنى ما الوداد عايز يلعب في المغرب؟ لا، الاهلي ما بيطلبش كده يا جماعه خالص. الاهلي مش عايز يلعب الماتش في مصر، زي ما مش عايز يلعب الماتش في المغرب في حاله يعني التاهل باذن الله واحد احد، احنا لسه ما تاهلناش رسمي يعني. وبيطالب كمان ان حتى لو فاكستيف تاهل او حتى بيترو اتلتيكو تاهل، برضه من حقهم ان المباراه تبقى في ملعب محايد، ما يبقاش الموضوع يدي افضليه لفريق عن الاخر. امال فين مبدا تكافؤ الفرص؟ فين هيبقى بأمارة ايه؟ هيبقى ايه الدليل على كده ان في تكافؤ فرص؟ عارف والله العظيم لو انت حددت كاتحاد افريقي المباراه من بدري او الملعب من بدري اللي هتقام عليها دي المباراه النهائيه، والله ما حد يقدر يفتح بقه خالص. اهو يا جماعه احنا محددين من بدري ايا كان بقى مين اللي وصل، الماتش في المغرب، الماتش في القاهره، الماتش في اي حته، ايا كان مين اللي وصل، احنا محددين بدري بدري قبل انطلاق البطوله. ساعتها ما كانش حد هيقدر يتكلم، لكن دلوقتي الاتحاد الافريقي جاي قبل في قبل النهائي يحدد ملعب مركب محمد الخامس في المغرب، وفي فرقه من المغرب، فرقه كبيره زي الوداد بجمهورها القوي موجوده في دور نصف النهائي، ده غير منطقي وامر غير مقبول. فبالتالي حاجه غريبه هنتابعها وهننتظر القرار النهائي للاتحاد الافريقي، وحتى الان ما فيش اي قرار رسمي. لكن انا استوقفني بصراحه تصريحات السيد سعيد الناصري رئيس نادي الوداد المغربي، واتكلم في بعض النقاط المهمه قوي، واللي قال ايه ردا على بيان النادي الاهلي امبارح. وبيان النادي الاهلي بصراحه كان محترم جدا وما فيهوش اي حاجه. الراجل قال نحترم المؤسسات محليا وقاريا، حلو، لذلك لن نقوم بالرد على خطاب الاهلي الموجه للكاف. ما هو برضو الخطاب فعلا موجه للكاف، فطبيعي ان هو ما يردش. وخطاب الاهلي ما فيهوش اي مثلا ايه اي ازمه مع الوداد او مع مسؤول الوداد، خطاب الاهلي ازمته فيه مع الكاف. حلو حلو.
فبشأن رفض احتضان ملعب محمد الخامس نهائي نسخة الأبطال، قال نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب بحسب التصويت. بص بقى ركز في الحتة دي عشان دي مهمة قوي بالنسبة لي، بحسب التصويت يا جماعة النهائي في المغرب. إيه بقى هو التصويت؟ منح الدار البيضاء انتصار، التصويت منح الدار البيضاء انتصارا كاسحا ب 16 صوتا مقابل 9 لدكار في السنغال، الملعب المرشح ان هو يحتضن هذا النهائي. طب هو 16 مقابل 9 دي هو مش بيبقى فيه تربيطات قبليها يا جماعه، ولا الامور بتبقى ماشيه ازاي في الاتحاد الافريقي؟ ولا احنا مثلا مش بناخد بالنا من الحاجات دي، او مثلا بنقول كلام ما بيحصلش؟ اكيد بيبقى فيه تربيطات، لا انتصار كاسح ولا مش كاسح يعني. واي مخالفه لنتائج هذا التصويت ستكون ضربا للديمقراطيه. هنا السؤال، هو الديمقراطيه دي يا جماعه نسمع عنها ان هي موجوده في السياسه، في السياسه كده اسمع تصريحات من هذا المنطلق، يعني الديمقراطيه ولازم كل واحد يبقى ليه راي وكل واحد يبقى مش عارف ايه وكلام من ده. طب ما تتكلم على الحياديه، ما تتكلم على مبدا تكافؤ الفرص، مع كامل احترامي وتقديري طبعا لحضرتك كرئيس كبير يعني رئيس محترم لنادي كبير زي نادي الوداد. فانا مستغرب من حته الديمقراطيه دي. المفروض من المفترض يبقى فيه مثلا حاجه من جانب الحياديه، من جانب تكافؤ الفرص، مبدا تكافؤ الفرص ما بين الفرق. تمام؟ تمام. فدي التصريحات الغريبه بالنسبه لي نوعا ما من رئيس الوداد المغربي السيد سعيد الناصري، واللي واضح ان هو متمسك جدا جدا بان المباراه النهائيه على حسب التصويت اللي تم اجراؤه في المكتب التنفيذي ان ده ان المباراه تبقى في النهائي، وده هيمنحه افضليه بشكل كبير. هل انا هنا بقول لك اصل الاهلي لو لعب هناك في النهائي مع الوداد وسط جمهور والاهلي ما يقدرش يكسب؟ لا يقدر يكسب، يقدر يكسب، بس الافضليه للوداد بحكم ملعبه وبحكم جمهوره. صح ولا لا؟ هل ده في تقليل من امكانيات النادي الاهلي؟ لا طبعا. طب بالمناسبه لو الفرقتين، لو فرقتين بيلعبوا في ارض محايده، طب ما هو وارد الاهلي يكسب وارد الوداد يكسب. هل الاهلي ضامن ان هو يكسب لو هيلعب في ملعب محايد؟ برضه مش ضامن، بس هو عايز مبدا تكافؤ الفرص. طب انا هقول لك على الاسخن، تخيل كده لو الماتش في القاهره، هل الاهلي ضامن ان هو هيكسب الوداد؟ برضه لا، بس نسب الاهلي او الفرص هتكون مرجحه اكتر بالنسبه للنادي الاهلي بشيء طبيعي ومنطلق طبيعي جدا، لانه بيلعب وسط جمهور وفي ملعبه. بالتالي ايه المطلوب؟ بالتالي ايه المطلوب؟ المطلوب ان يبقى في مبدا تكافؤ الفرص في مباراه نهائيه لبطوله قاريه هي الاهم والابرز داخل القاره الافريقيه للانديه. فكل واحد يحافظ على حظوظه في الفوز. ويا سيدي اكسبونا كوره. ان شاء الله باذن الله واحد احد لما نتاهل مع الوداد المتاهل اكسبونا كوره. ولما تكسبونا كوره والله العظيم احنا اول ناس هنسقف لكم، هنقول الف مليون مبروك لشعب المغرب الشقيق، والف مليون مبروك لجماهير الوداد الحبيبه، والف مليون مبروك لفريق الوداد الكبير اللي باسمه تاريخ كبير محدش يقدر ينكر كده اطلاقا. والاهلي هيكون اول مهنئ لفريق الوداد في حاله فوزه بالبطوله لما تكون المباراه في ملعب محايد. لكن ما ينفعش تخلي المباراة عند الوداد تمام وتقول لي لا الوداد يستحق الفوز باللقب، لا ساعتها مش هيكون في استحقاق من وجهة نظري لفريق الوداد في حالة فوزه باللقب، لأن طبيعي جدا إن هو يفوز لو ما فازش باللقب على ملعبه، يعني تبقى حاجة صعبة جدا بقى، يعني تبقى في مشكلة في فريق الوداد. هل إحنا بنتكلم كلام غلط؟ هل إحنا بنتكلم كلام غير منطقي؟ هل احنا بنطلب ان الماتش يبقى موجود في القاهره؟ لا طبعا، احنا طالبين يا جماعه الحياديه وطالبين مبدا تكافؤ الفرص انه يتنفذ ليس الا. والاخر في ملعب 90 دقيقه او اكتر على حسب النتيجه هم اللي يحكموا، الفريق الاقوى هو اللي يكسب، ونبارك له ونقول له الف مليون مبروك بس كده. فهننتظر قرار الاتحاد الافريقي. خليني اقول لكم كمان ان في بعض الايه، بعض التصريحات من الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن نهائي دوري الأبطال. قال هناك مؤشرات إيجابية، ده النهاردة الصبح الكلام ده، لاستضافة السنغال لنهائي دوري أبطال إفريقيا من المفاوضات بين فوزي لقجع وأوجستين سنجور. فوزي لقجع اللي هو إيه؟ رئيس الجماعة المغربية لكرة القدم، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.
وجيستن سنجور اللي هو رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم. فالراجل او مصدر يعني في الاتحاد السنغالي قال ان مؤشرات ايجابيه ان السنغال ممكن هي اللي تستضيف هذه المباراه ايا كان مين الدوله اللي تستضيف، المهم يكون ملعب محايد، ما عندناش اي مشكله في اي حاجه، ما فيش اي مشكله في اي حاجه خالص. في المقابل علي حسن صلاط مدير اداره الاعلام في الاتحاد القطري لكره القدم في تصريحات النهارده من شويه بالتحديد وبشكل رسمي تم الاعلان عنها من خلال الاتحاد القطري لكره القدم، نفوا تماما ان يكون جالهم اي خطاب من قبل الاتحاد الافريقي يفيد بالطلب من الاتحاد الافريقي باستضافه قطر لهذه النسخه من بطوله دوري ابطال افريقيا والنهائي بالتحديد المباراه النهائيه. وده البيان الرسمي اللي قدام حضراتكم وهقراه لحضراتكم بشكل سريع. الاتحاد القطري لكره القدم ينفي ما يتم تداوله عن استضافه نهائي دوري ابطال افريقيا. ينفي الاتحاد القطري لكرة القدم ما يتم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة عن استضافته للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا 2022، ويؤكد الاتحاد القطري لكرة القدم أنه لم يتم التطرق بالحديث عن هذا الأمر مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر أي من القنوات أو المخاطبات الرسمية. كما يؤكد الاتحاد القطري لكرة القدم على اعتزازه بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربطه بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعمقها والممتدة منذ سنوات تحت مظلة اتفاقيات التعاون المبرمه بين الطرفين. يبقى اذا لحد دلوقتي عشان التكهنات اللي كانت طالعه ان ممكن قطر هي تستضيف هذه المباراه بشكل رسمي، الاتحاد القطري هو بيعلن بيقول يا جماعه احنا ما جالناش اي خطاب من الاتحاد الافريقي في طلب بهذا الشان يعني. فهننتظر ونشوف. من المفترض ان بعد بكره بالكثير يتم الاعلان على ملعب المباراه النهائيه. اتمنى وارجو من الاتحاد الافريقي لكره القدم يا جماعه الموضوع سهل وبسيط جدا، مش معقد والله، موضوع مش معقد. اربع فرق موجودين من مصر الاهلي، من المغرب الوداد، من الجزائر وفاكس تيف، من انجولا بيترو اتلتيكو. ابعد عن اي دوله من دول واختار ملعب في اي دوله تانية في قاره افريقيا. ما اعرفش قاره افريقيا يا جماعه فيها كام دوله عشان ناسي. اختار اي دوله في بقيه القاره، اي ملعب في بقيه القاره، بس ما فيهوش اي مشكله. وعشان تتفادى مثل هذه المواقف بدايه من الموسم الجديد قبل ما تنطلق بطوله دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه برضو، قول يا جماعه النهائي هيكون هنا والنهائي هيكون هنا بتاع دي وبتاع دي، وساعتها ما حدش هيقدر يتكلم ولا يقول حاجه. وبعد السؤال برضو بمناسبه الديمقراطيه اللي قال عليها الاستاذ سعيد الناصري رئيس نادي الوداد، هو مش السنه اللي فاتت النهائي كان في المغرب لما الاهلي تاهل مع كايزر تشيفز الجنوب افريقي؟ ما هو كان في المغرب هو، يعني فين الديمقراطيه؟ لو بنتكلم على الديمقراطيه اللي هي موجود مش موجوده اصلا في الرياضه يعني، بس عامه يعني، يبقى المفروض مش الطبيعي خالص ان يبقى النهائي في المغرب سنتين ورا بعض، ما ينفعش يعني، مش منطقي خالص يعني. زي في اوروبا، هل انت مثلا بتشوف النهائي السنه دي في باريس؟ هل السنه الجايه هيبقى في باريس؟ لا طبعا. هل السنه اللي بعديها هيبقى في باريس برضو؟ لا. ف حاجة غريبة. هننتظر ونشوف الاتحاد الافريقي هياخد قراره ازاي وهيعلن عن ايه. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه عندنا بعض الاخبار المهمة تتعلق بالاهلي فيما يتعلق بالتحديد بفريق الاول لكرة القدم في استرمان. يلا بينا. طيب تعالوا نتكلم على بعض الاخبار اللي اتقالت على النادي الاهلي في السوشيال ميديا تحديدا ونشوف ايه الجديد ونعلق عليه كمان زي ما حضراتكم متعودين دايما. حساب دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه على تويتر بيقول هدفين وتمريره حاسمه ومشاركه في الهدف، في هدف اخر بيرسي تاو يفوز بتصويت افضل لاعب في لقاء الاهلي وفاكس تيف بذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. بصراحه يستحق لانه عمل مباراه كبيره، وهو ده بيرسي تاو، وفي احسن من كده كمان نسخه لبيرسي تاو هننتظرها خلال الفترة اللي جاية. لعيب كبير بإمكانيات وكواليتي عالي جدا، إن شاء الله بإذن الله يكون موفق أكتر وأكتر بعد فترة كانت صعبة جدا عليه وعلينا بصراحة ما كانش ماشي فيها بشكل كويس يعني. اليوم السابع حسابهم على فيسبوك، الأهلي يحذر اللاعبين من التهاون أمام فاكس تيف بالجزائر بعد رباعية القاهرة. طبعا مفيش تهاون ولا حاجة. وتاني يا جماعة، العقلية والثقافة بتاعت لعيبة الأهلي بجمهور الأهلي هي واحدة، مفيش والله بينهم اختلاف. عارفين كويس قوي ان احنا لسه ما تاهلناش، عارفين كويس قوي ان كل شيء وارد في كره القدم، وشفنا امثله لكده كتير جدا. عارفين كويس قوي ان فريق فاكس تيف فريق قوي وفريق محترم، انت كنت اقوى منه في القاهره وفرضت اسلوب لعبك ورتمك وكل حاجه وعملت مباراه كبيره جدا وسكور عالي قوي، لكن في نفس الوقت الفريق ده هيلعب على ملعبه وسط جمهوره، عنده لسه بعض الامال، ممكن ما تكونش كبيره طبعا بحكم النتيجه، لكن اكيد هيحاربه
واكيد هيعملوا كل اللي عليهم عشان يحاولوا يعوضوا فرق الاهداف يعني، لكن لازم احنا نكون مركزين، ولازم احنا نكون عارفين كويس قوي ان احنا لسه ما تاهلناش للمباراه النهائيه. عشان تتاهل للمباراه النهائيه منتظرين نتيجه ايجابيه، يا ريت تكون الفوز طبعا في الجزائر او نتعادل حتى، المهم ايه ان احنا نتاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا. فاللاعبين يعني عارفين كده كويس قوي قوي، وفي انتظار مباراه يوم السبت ان شاء الله عشان نتاهل من خلالها بشكل رسمي. كوره بلس وحسام على تويتر بيتكلموا عن الاهلي ووضح موقف عبد المنعم قبل لقاء وفاق ستيف. محمد عبد المنعم يا جماعه بنسبه كبيره بنسبه كبيره لحد هذه اللحظه هيكون موجود مع بعثه الفريق هناك في الجزائر. خلاص يعني تماثل للشفاء بشكل كبير جدا، يقدر ان شاء الله باذن الله تعالى ان هو يشارك على حسب الرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني، في ظل طبعا تواجد مدافعين مميزين في الفريق. قدم مباراه كبيره الماتش اللي فات، ايمن اشرف وياسر ابراهيم المميز قوي بصراحه، وايمن طبعا مدافع كبير، فبالتالي هتفضل او هتبقى الرغبه او القرار عند موسيماني، لكن هو خلاص اصبح جاهز باذن الله، وكان عنده بعض الالام في العضله الضمه بس ان شاء الله يكون جاهز لهذه المباراه. المصري الرياضي مدرب وفاق ستيف قال ان حسين الشحات افضل لاعب في الاهلي، وبصراحه حسين عمل ماتش حلو قوي قوي الماتش اللي فات، وبقاله فتره هو ده حسين الشحات اللي احنا نعرفه، اهداف مؤثره، اداء جيد، اسيستات، شغل كبير على المرمى، ما كانش موفق الماتش اللي فات في الكوره كانت حلوه قوي قوي عملها في البعيده جت في العارضه وكانت قبليها بتاعت احمد عبد القادر. فحسين في الفورمه بتاعته الفتره دي، وعنده كمان احسن من كده بكتير لانه لعيب كبير قوي قوي يعني. ف يعني داركو نوفيتش المدير الفني لفريق وفاق ستيف اشاد بيه حسين بشكل كبير جدا. يلا كوره رئيس وفاق ستيف، وانا عايز اقف عند التصريح ده لان بحب دايما الصراحه مع النفس والله بجد، اهو حتى في كره القدم يعني لما تلاقي رئيس وفاق ستيف قال لك الاهلي متقدم على الانديه الجزائريه ب 50 سنه ب 50 سنه، اذا الراجل ده ايه؟ الراجل ده عارف ومقر بفارق الامكانيات، ودي بدايه بالمناسبه دي بدايه الدعم والتصحيح وبدايه فتره هتكون كبيره لفريق وفاق ستيف. افتكروا الكلام ده لما يكون رئيس النادي نفسه قال ان الاهلي هو افضل فريق في افريقيا او افضل مننا بمراحل وسابقنا بكتير جدا ب50 سنه. وانا هقرا لحضراتكم التصريحات، قال ايه؟ واجهنا فريقا قويا يمتلك عدد او عده لاعبين دوليين في صفوفه، من سوء حظنا انه كان في افضل حالاته في حين كنا نحن غائبين تماما عن المباراه. لعبنا ب10 لاعبين لاكثر من 60 دقيقه بعد طرد اللاعب امير كراوي، وهذا لم يسهل مهمتنا. تعرضنا لخساره مهينه، ولا يجب ان نلوم المدرب فيما حدث لانه يعني بقاله 20 يوم ماسك المهمه بتاعه الفريق. اذا كان هناك مسؤولون عن هذه الهزيمه، بص بقى الواقعيه والصراحه مع النفس، فالمسؤوليه تقع بالدرجه الاولى علينا نحن. واشد صرار اللي هو رئيس النادي وقائد فريق وفاق ستيف الاسبق بالمستوى الذي وصل اليه الاهلي، قائل انه تقدم على افضل الانديه الجزائريه ب50 عام. الأهلي أكثر من نادي، فهو مؤسسة كبيرة، حتى الفرق الجزائرية التي ترعاها شركات حكومية بعيدة كل البعد عن هذا المستوى. واعترف كمان بصعوبة مهمة وفاق ستيف في مباراة الإياب المقررة من السبت المقبل على ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائرية، مؤكدا أن اللاعبين سيحاولون تقديم أفضل ما لديهم لحفظ ماء الوجه. أنا بحترم جدا التصريحات اللي زي دي، وممكن حد تاني كان يطلع يقول لك إيه؟ يطلع يقول لك اصل احنا اتطرد من عندنا لعيب، اصل الحكم مش عارف ايه. لا، الراجل اتكلم على ان فعلا امكانياتنا لازم نركز معاها ونطورها، ولازم ان احنا نحاول نوصل للاهلي. فاعتقد الفتره الجايه هتكون فتره كويسه جدا بالنسبه للفريق وفاق ستيف الجزائري. طيب خلينا نكمل اخبار النادي الاهلي ولا هنروح لفاصل؟ اخبار النادي الاهلي، الخبر ده مهم جدا. الوطن الرياضي وحسام على الفيسبوك بيقولوا ان الاهلي يحذر اليو ديانج من العروض الوهميه. بصوا يا جماعه، اليو ديانج من اللعيبه المحترفه جدا 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 واللي مركز قوي مع الاهلي، وانا مش بقول كلامه خلاص، انا بقول كلام انا شفته عن قرب. في عز ما كان الكلام على ديانج ان جاي له عروض من بره، الراجل ما كانش بيفكر في العروض دي خالص، وكان كلها يعني مفيش عروض رسميه الا قليل القليل يعني. لكن
في عز التوقيت ده هو كان مركز مع الفرقه وعارف اهدافه محدده كويس جدا وعارف المطلوب منه ودوره وواجباته مع الفريق. فبالتالي ديانج مركز ومفيش اي عروض حتى رسميه جت للنادي الاهلي خالص خالص، ولو في عروض بتبقى شفويه او عن طريق وكلاء، وده مش لديانج بس، ده مع كل لعيبه مصر او مع كل لعيبه العالم. فاحنا في مرحله مهمه ومفيش كلام من هذا المنطلق او من هذا او بهذا بخصوص هذا الصدد يعني، والتركيز كله من خلال ديانج وكل زمايله في الفرقه منصب نحو تحقيق بطوله دوري ابطال افريقيا ونحو تعديل المسار في بطوله الدوري بعد الاخفاق في 3 مباريات متتاليه. الاخفاق بالنسبه لنا خساره زي التعادل بالنسبه لنا احنا كده يعني. طيب دي كانت اخبار الاهلي اللي بتتعلق بكره القدم. بعد الفاصل بقى هتكلم على فرقه اليد، لان لازم نحييهم ونشكرهم وندعمهم ونسندهم وننتظر منهم الكثير والكثير بعد الفوز بالسوبر افريقيا على حساب نادي الزمالك بالامس. استنونا بعد الفاصل. طيب بصراحه الواحد مبسوط جدا جدا برجاله كره اليد في النادي الاهلي بعد الفوز على الزمالك بالسوبر الافريقي بالامس في مباراه اللي كانت في النيجر، وبالتالي نتج عنها تاهل كمان النادي الاهلي لكاس العالم للانديه. الواحد مبسوط ليه بالتحديد لفرقه كره اليد؟ لان الفرقه دي كان في بعض الاخفاقات على مدار الفتره اللي فاتت كلها، وكانت محتاجه دماء جديده فيما يتعلق بالتحديد بالجانب الفني، وده اللي انتبه ليه مجلس إدارة النادي الأهلي، وبناء عليه تم تعيين المدير الفني الجديد الحالي جوردو. مدرب بدايته واضح أنها مميزة، لما تكسب فريق كبير زي الزمالك بصراحة في كرة اليد، الزمالك فريق كبير في كرة اليد طبعا، تكسبه في مباراة بطولة تأهل لكأس عالم الأندية، إذن في تغيير حصل، الراجل اشتغل، الراجل عمل حاجة. نتمنى لهم كمان التوفيق في كاس الكؤوس اللي هم لسه طبعا مستمرين هناك في النيجر، نتمنى لهم في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه ان هم ان شاء الله باذن الله يجيبوها لنا، وخصوصا ان سقف الطموح ابتدى يزيد مع المجموعه دي ومع اللعيبه دي مع بعض التدعيمات اللي ان شاء الله تكون موجوده في بدايه الموسم. فخلينا نتفائل خير بفرقه الاهلي وبالنشاط الرياضي كله داخل النادي الاهلي. فخلينا نبتدي بالحساب الرسمي اليد الاهلي على فيسبوك، واللي اتكلموا عن مباراه الامس ويعني بيقولوا ان فريقنا يتوج ببطوله السوبر افريقيا ويحجز مقعده في بطوله كاس العالم للانديه بعد تغلبه على الزمالك بنتيجه 32-31. والله يا جماعه والله هو ده المفروض الطبيعي، مش قصدي ان يعني ما هو الطبيعي الاهلي يكسب والزمالك يكسب والبطولات تبقى كده، بس احنا جات علينا فتره في كره اليد فعلا كانت الامور صعبه، بس التصحيح بيتم، الناس بتشتغل، طبيعي ان انت مش في يوم وليله هتبقى احسن من قبل كده بكتير، لا هتاخد وقت، بس البدايه مبشره جدا. طيب خلينا كمان نروح لحساب الفولي بول الرسمي او الاهلي فولي بول على فيسبوك، واللي بيقولوا ان بدون راحه الماسترز يوصلون تدريباتهم استعدادا لمباراه الفاب الكاميروني وبطوله افريقيا الانديه. امبارح كسبنا احنا برضو فريق التونسي الاولمبي القليبي بنتيجه 3-0 في هذه البطوله، فان شاء الله باذن الله عندنا مباراه ثانيه مع فاب الكاميروني بدور المجموعات لبطوله افريقيا للانديه ان شاء الله، نتمنى لهم كل التوفيق. وعندنا مجموعه كويسه والله برده في الكره الطايره، كان في برده اخفاق الفتره اللي فاتت بس وارد طبيعي في اي منافسه رياضيه يعني. طيب خلينا نروح كمان لكره السله. امبارح كان ماتش قوي قوي ما بين الاهلي والاتحاد السكندري في البيست 5، والاتحاد كسبنا بعد اللجوء للاشواط الاضافيه، كنا تعادلنا معاهم 75-75، وفي الاشواط او الاوقات الاضافيه قدروا ان هم يفوزوا 86-87، وخلاص الصفحه دي اتقفلت. هنركز في الماتش اللي جاي مع الاتحاد بكره ان شاء الله، احنا عايزين نحاول نكسب 3 ماتشات من 5، هنلعب الاتحاد 5 ماتشات، لو هم كسبوا الماتش الجاي واللي بعده خلاص هم كده خدوا اللقب يعني. ان شاء الله باذن الله نكون موفقين ونقدر ان احنا نفوز في الماتشات اللي جايه قدام الاتحاد السكندري. طيب دي كانت اهم وابرز الاخبار تتعلق بالنشاط الرياضي داخل النادي الاهلي، هنروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل. يلا اهلا بحضراتكم مره ثانيه. خليني ابتدي معاكم الاخبار المحليه ببيان مهم لرابطه الانديه المحترفه في مصر، وبيان يعني في اخبار سعيده وكويسه جدا، كان يعني خرج من ساعتين قبل دلوقتي،
وبيتكلموا على ان في اطار حرص رابطه الانديه المصريه المحترفه لكره القدم على استكمال عوده الجماهير لحضور المباريات بصوره تدريجيه، وذلك من منطلق ايمانها بدورهم الكبير الايجابي وكونهم من العناصر الرئيسيه لنجاح اللعبه، والتنسيق مع شركاء النجاح اتحاد الكره وشركه برزنتيشن وشركه تذكرتي والشركه الافريقيه. فقد تقرر ما يلي: اولا زياده عدد الجماهير الى 5000 مشجع لكل مباراه بدلا من 2000 مشجع، ودي حاجه ايجابيه، وذلك بدايه من مباريات الدور الثاني الجوله 18 لبطوله الدوري العام المصري. ثانيا خفض سعر التذكره الموحده من 100 جنيه الى 75 جنيه. يعني كويس الى حد ما، ل 100 جنيه كان كتير قوي بصراحه يعني. وذلك في اطار التيسير على الجماهير لحضور المباريات. هكمل البيان وعلق لكم سريعا. وتنوه الرابطه لاعاده التاكيد على ضروره التزام كافه عناصر اللعبه بالروح الرياضيه ونبذ التعصب حتى يتسنى لنا اضافه المزيد من المكتسبات التي تعود بالنفع على الرياضه المصريه. وفي هذا الصدد تتقدم رابطه الانديه بكل الشكر والتقدير العميق لوزاره الداخليه على دورها الداعم والرئيسي في عوده الجماهير المدرجات من منطلق عهدها الدائم في توفير عناصر النجاح للرياضة المصرية. أنا عايز يعني أحيي رابطة الأندية المصرية بصراحة، الناس دي من أول ما جم وإحنا حاسين بفرق، عاملين شغل كبير جدا في تنظيم بشكل ملحوظ، كل حاجة ماشية بشكل جيد إلى حد ما يعني. طبعا هتلاقي خطأ أو خطأين، كم حاجات كده بسيطة ممكن تحصل وارد حدوثها جدا، لكن في المجمل اعتقد هيكونوا افضل من كده كمان في الموسم اللي جاي، هيكون في خبرات اكتر وهيبقى في قرارات افضل بكتير. والاهم في حته عوده الجمهور، احنا نفسنا بصراحه يا جماعه ان زي ما بنشوف كده في ملاعب اوروبا وملاعب كتير في مختلف الدول العربيه، الجمهور مالي مدرجات عادي او الساعه مفتوحه، يعني الساعه الكامله للملاعب مفتوحه مش محدده. هنوصل للمرحله دي باذن الله تعالى. هنوصل للمرحله دي بايه بقى؟ بالتزام الجماهير الملحوظ على مدار الفترة اللي فاتت كلها بالمجهود الكبير لوزارة الداخلية، برابطة الأندية، بشركة تذكرتي، باتحاد الكورة، بالشركة الأفريقية، كل الناس دي كلهم بيكملوا بعض، وبإذن الله نقدر إن احنا نوصل للمرحلة اللي احنا بنتمناها بالنسبة للحضور الجماهيري في الكرة المصرية. طيب خلينا نشوف برضو بعض الأخبار المهمة اللي تتعلق بالجانب المحلي، ونبتدي بتصريحات الحاج عامر حسين من خلال حساب يلا كورة على تويتر، واللي بيقول: بطولة الدوري ستنتهي بنهاية شهر أغسطس المقبل، أما بطولة كأس مصر الموسم الماضي ستؤخر نهاية الموسم، فقد تمتد إلى 12-13 سبتمبر، ومع حلول يوم 19 سبتمبر سيكون الموسم انتهى بأكمله. مش فاهم يعني، هل الموسم هيكون انتهى بأكمله ببطولة الكاس بتاعت السنة اللي فاتت ولا من غيرها؟ في كل الأحوال برضو أنا عارف إن الحاج عامر حسين بيبذل مجهود كبير جدا جدا عشان يقدر إن هو يحل يعني الأزمات اللي كانت موجودة قبل كده بسبب سوء إداري أو سوء تنظيم إداري بشكل كبير جدا، وسوء إدارة كان واضح من قبل الاتحاد السابق. لكن في كل الأحوال إن شاء الله بإذن الله القادم يكون أفضل للرياضة المصرية بشكل عام. طيب الوطن الرياضي على حسابه على فيسبوك بيقول: منتخب مصر يتلقى عرضا لمواجهه ايطاليا وبلجيكا قبل كاس العالم، وانا شايف ان دي حاجه كويسه جدا. يعني هنا بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان اتحاد الكوره تلقى خطابا وعرضا رسميا لمشاركه منتخب مصر الاول في دوره وديه بالكويت بحضور مين بقى؟ ايطاليا، هي مش هتشارك في كاس العالم، بلجيكا اكيد موجوده في كاس العالم قبل بطوله كاس العالم 2022، وهتنطلق في شهر نوفمبر المقبل العاصمه القطرية الدوحة. مش عارف ازاي دورة ودية في الكويت والعاصمة القطرية الدوحة، المهم يعني ممكن يكون خبر مكتوب غلط. المهم إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قال في تصريحات نقلتها صفحة الوطن سبورت: منتخب مصر لدى عرض المشاركة في دورة ودية بوجود إيطاليا وبلجيكا، مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علامية سيبحث هذا الأمر مع إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة لاتخاذ القرار المناسب. أتمنى. طيب أيوه كده البطولة ماشي، البطولة في الدوحة، هم طبعا هي بيقصدهم على المونديال هو اللي هيكون في البطولة في الكويت، البطولة الودية في الكويت والمونديال طبعا في الدوحة، هم هنا قصدهم على المونديال هيكون في الدوحة يعني. المهم يعني أتمنى إن احنا نشترك في بطولات زي دي، بطولات ودية زي دي يكون فيها الاحتكاك قوي مع منتخبات كبيرة زي إيطاليا وزي بلجيكا. اكيد هنكتسب خبرات اكبر واكبر، واكيد الاحتكاك ده هيدينا يعني ثقه كبيره جدا في نفسنا، حتى لو خسرنا يا سيدي مش مهم، وطبيعي ان انت تخسر من ايطاليا رغم انك كسبتها قبل كده في مباراه رسميه في كاس القارات
طبيعي انك تخسر من بلجيكا، فرق مصنفه عالميا بشكل كبير، لكن الاهم ان انت تستفاد من هذه المواجهات والمشاركات عشان تقدر تكون منتخب متعود على احتكاكات زي دي، فبالتالي لما نيجي ننافس على التاهل لكاس العالم ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله نتاهل في النسخه المقبله، فيكون شكلنا افضل واحسن بكتير. يعني مش عايزين نخاف من مثل هذه الاحتكاكات قصدي يعني. طيب دي كانت بعض الاخبار المحليه، خلينا ناخد بعض الاخبار العالميه بشكل سريع، وبالتحديد اكيد هتتعلق بليفربول في البدايه من الوطن الرياضي وحسابه على الفيسبوك. تقارير بتقول ان ساديو ماني خارج حسابات كلوب امام استون فيلا، وصلاح يقود الريدز. بكره ماتش مهم الساعه 9 بالليل ما بين ليفربول واستون فيلا في الفيلا بارك، ملعب استون فيلا، مباراه مهمه قوي في مشوار بطوله الدوري، خصوصا ان الفرق بقى 3 نقاط ما بين مانشستر سيتي بعد ما مانشستر سيتي كسبت نيوكاسل 5-0 امبارح، فبالتالي الامور تتصعب شويه، لكن لسه الامال موجوده في اتجاه لإراحة ساديو ماني عشان نهائي دوري أبطال أوروبا. طيب خلينا ناخد كمان خبر آخر خاص بمحمد النني اللي لعب 4 مباريات بشكل متتالي وبشكل مميز، بأداء مميز بصراحة. النني يقلب الموازين بأدائه في الفترة الأخيرة، وده من حساب كورة على تويتر، وأرتيتا يتمسك باستمرار النني، وأرسنال يبدأ مفاوضات تجديد عقده. نتمنى أن النني يستمر لأن أرسنال فريق كبير جدا، والنني لعيب جيد إن شاء الله، نتمنى له كل التوفيق. خلينا ناخد تفاعل حضراتكم معانا في رأيكم إيه الحل في موضوع ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا. إبراهيم سعد قال اللعب في ملعب محايد والأفضل في جنوب أفريقيا، الملاعب هناك أفضل إلى حد ما. ماشي. خلينا كمان ناخد أحمد مصطفى قال ما ينفعش السنغال وما ينفعش المغرب، من وجهة نظري قطر الحل الأمثل، بالتوفيق يا رب للأهلي يا رب. قطر خلاص أعلنوا إن مفيش حاجة جات لهم أو أي طلب جالهم. حماده صلاح قال هو ليه ازمه اصلا، هو لو قرر بصفه الاتحاد الافريقي مثلا ان الماتش على ارض محايده حد هيقول له بتعمل كده ليه؟ لا طبعا، ما هو ده برده سؤال منطقي يعني ساي حد هيقول الاتحاد الافريقي انت ليه اخترت ملعب محايد؟ يحيى صابر بالمنطق ليست ازمه، بالمنطق ملعب محايد في دوله محايده فرقها لا تلعب في نفس البطوله. يعني الموضوع سهل وبسيط ومش محتاج كل هذا الكلام في الحقيقه، والاتحاد الافريقي المفروض يبسط الامور على نفسه بشكل اكبر من كده، فان شاء الله هنشوف قرار الاتحاد الافريقي هيكون ايه خلال اليومين الجايين بخصوص ملعب نهائي دوري ابطال افريقيا. ده كان تفاعل حضراتكم معانا من خلال سؤال الحلقه، ودي كمان كانت حلقتنا النهارده في الترند. استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله، الى اللقاء.